المهرجان مزيان، كاين اقبال كاين حضور، حيت ملي كيكون الحضور هذا يعني ان لو ميساج وصل للناس، الناس جات. شنو بقى على البروغرام هو اللي خصو يزكي الحضور ديال الناس ملي يجيو يشوفوا شي حاجه، يشوفوا شي حاجه فنيه مزيانه، يشوفوا هاد المواهب اللي غادي نكتشفوها في الحي المحمدي ان شاء الله. طونكو انا من اللجنه ويشرفوني هذا في الحي المحمدي، وانا كنتمي للحي هذه زياده وخلوق، كلشي بخير على يعني غادي ندخلوا نتكلوا على الله مع هاد الوليدات ونفرجوا هاد البيبليك اللي جا. انا راه كما كنقول انا ولد الدار، انا راه تقريبا ولد الحي المحمدي، راه في سيدي مومن قريب هنا. دونك مني تعرضات عليا الفكره ديال انني نشارك في مهرجان خديتها بواحد الصدر رحب، حيت الحي المحمدي ماشي غريب عليه بحال هاد الانشطه، وكنبغي نشكر الناس اللي زعما فكروا في هذه البادره وناضوا تطوعوا وخسروا من وقتهم ومن فلوسهم وبزاف الاشياء باش ينظموا بحال هذا الفيستيفال، او اصلا فيه بعد اكتشاف المواهب وفيه الناس ديال الحي المحمدي زعما توحشوا واشتاقوا لهذا النوع ديال التظاهرات. كنشجع هاد الناس ديال الحي المحمدي اللي يفتحوا هذا الباب، هذا المجال، هذه الفنانه هادو باش يعطيو معطيات باش يخرجوا من عندهم. كما كتشوفوا دابا الجمهور كاين، ملي كتشوفوا الجمهور كاين اقبال، خاص غير نفتحوا الباب للفنانه باش يعطيوهم هذا المجال باش يبدعوا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.